السلام عليكم، هاد الدراري في هاد الفيديو غنديرو روبلوكس تعطيك بيتزا. هيا نبدأ الآن اللعبة. أين هو المنزل؟ وصلت لمن؟ هذا هو الجهد تبسيط بيتزا. الآن دخلت البيت باش نتعش عائلتي. أنا دخلت البيت دابا غادي نخرج دبايا. شي حاجة مدرتش أخرج من سأخرج من هذا المكان وسأذهب لكي أصل البيتزا كما تعرفون. حسنا الآن سأذهب ننتظر بعض اللحظات. لا لا نحن بدأنا لم نفعل أي شيء. أنا أستطيع. هل يمكنك أن سقطت من لم تعرف حقيبة فوق رأسي غالية جدا. حقيبة فوق رأسي لأنه وقف مرتين انت هذا شو بيتزا هذا شو بيتزا اطلب Thank you.
하늘 남자를 찾아줘 내일은 무서워 والله جد زحمة أنا زحمة بيتزا هذا يكفي هذا هو الفيديو تفضل لايك وتشترك في القناة وباي باي عليكم.